من المقرر أن تظل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن شهادات كوفيد 19 الرقمية سارية المفعول لمدة عام آخر بسبب الجائحة المستمرة، وتهدف الشهادات إلى تسهيل حرية تنقل الأشخاص أثناء الجائحة. وباستخدام رمز الاستجابة السريعة يمكن استخدام الشهادة لإثبات ما إذا كان الفرد قد تم تطعيمه ضد كوفيد 19 أو أنه خضع لاختبار سلبي لفيروس كورونا أو قد تعافى منه. وقالت المفوضية أنه لا يزال الفيروس منتشرا في بلدان أوروبا.